ما احكيكم سبحان الله. انا طالع ومباشرة عندي شغلة، والمرة طلعت مباشرة على الشارع، و يعني مباشرة دخلت للشارع وضربتني وغلط معدها 100%. وهسه ننتظر الاطفائية، لان السيارة الديزل والكله بالشارع صار، ننتظر الاطفائية تجي والاسعاف حتى يشوفون شنو راح يسوون. وهي فاهمة شوي انضربت براسها يعني من الارباكات. هسه اشوفكم السيارة من جوا. لا اله الا الله. طبعا سيارتنا تفلشت. حادث طلعنا من عندنا وهيفاء بالموت. هاي حادث. طبعا هاي السيارة غلطانة وطلعت على الشارع مباشرة، والسيارة انتهت. هاي الحمد لله على كل شيء. الحمد لله انا وهيفاء بس بالسيارة. طبعا هيفاء شوية ضربت، بس انا وهيفاء بالسيارة والبيبي. الحمد لله وشكر رب، الحمد لله وشكر انه تركناه بالبيت. الحمد لله وشكر. هاي هيفاء. هيفاء الحمد لله على كل شيء حبيبتي. في دولتك كل شيء اوكي. امشي انت سلامات. طبعا هاي السياره تفلش. دانكا از جود. طبعا هاي السياره كلها الحمد لله وشكر انه سيارتنا شويه انه بها ارباكات من كل مكان، يعني هذا اللي سترنا. الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر ربي كله في دول. الحمد لله وشكر حتى المره انه قطيه هم انضربت، يعني هاي المره نايمه يعني ما اعرف ما شافتنا. الغلط كله من عندها 100%، يعني ما عندنا اي غلط احنا. وهاي الحمد لله على كل شيء. يلا ننتظر نشوف البوليس شو يسوي. طبعا هسه الشارع كله صار ازدحام، يعني هذا الشارع كله صار ازدحام، واحنا ما نقدر نتحرك الا ننتظر تخطيط يجي والبوليس. والحمد لله وشكر ان الاصابات مو قويه، يعني ماكو اصابات قويه، هذا اهم شيء. السيارات كلها يروح فدوه، والحمد لله انه اليوم عراق مو ويانا بالسياره، يعني هذا سبحان الله. والله تركته يوم والدتي. هسه جو الاسعاف، دولة اطفائية والاسعاف. زين خلينا نفرق السيارة، الاوراق الرسمية. طبعا دولة اسعاف حبيبي. طبعا دولة الاسعاف. زين طبعا قطية المصيبة انه البنية متأذية كلش، يعني اللي دعمناها متأذية كلش قطية، ووضعها تعبان لازم ياخذوها اسعاف. وهي فاهمة انا لازم ياخذوها الاسعاف وياهم، لان الوضع يعني. بس انا بالنسبه الحمد لله وشكر طلع السلامات، بس متاذيه قطيه هي. اوكي جود. انا توت هي واس وي اليس اس بار نو هي. بسكتي يعني اليس. اوكي هي توت نيكس وي. ني بس دم. طبعا هسه انه اخذوا لازم نروح المستشفى، لانه حتى هي فاهمه زينه. جت السيارتين، يعني سيارتين اسعاف وبوليس اجى، ولازم تجي اطفائيه. هذا البوليس جوي، لان الوضع هسه هيفاء لازم ياخذوها للمستشفى. الحمد لله على كل شيء. طبعا هيفاء لازم تروح لل طبعا هيفاء لازم تروح بالاسعاف، لان يعني بين ظهرها يوجعها والم بالراس، ولازم نروح. خلنا احكي لكم شنو صار. طبعا اخذونا للمستشفيات، ما تذكرونه لان يعني الحادث بين مشاكل، وهسه انا بمستشفى يعني، وهيفاء اخذوها مستشفى ثانيه لان يردون يفحصون، لان تعرفون بعد الحادث في مشاكل، يعني تبتي كل سياره، كل سياره اسعاف تبتي على شخص واحد، يعني ما تذكرونه. وهسه كل واحد بجهه، يعني انا ما اعرف وين، بس يسوون الفحوصات واطلع، يعني لازم يفحصوني من فوق لجوا الكلى. الخاف يصير مشاكل لان السياره كلش تعبت، وخافك مشاكل يعني الانسان ما يحس بيه. فنشوف شو راح يسوي انا. بس قطيه هيفاء ما اعرف انه هي وين هسه حاليا، لان اخذوها على مستشفى ثانيه. طبعا مثل ما قاعد تشوفون هاي الجهاز داخلين بيه، واكثر من 6 صور 7 صور كل جهات بطني ظهري كل مكان يعني. فنشوف شنو، ان شاء الله ماكو شيء. هو بس للتأكيد يعني ما يتركون شخص إذا ما يتأكدون 100%. شنو اللي صار؟ انتظر الدكتور سوى فحوصات. طبعا الآلام هسه بدت تبين، يعني الظهر كل الحزام هاي ما الحزام لأن الضربة كلش يعني صارت قوية. ومنتظر الدكتور بس باليوم هيفا والله، لأن التليفون ما عندها، ويعني تعتبر بغير مدينة يعني. يعني بس يطلع الدكتور يتاكدون ما عندي ما بيشي، مباشره اطلع لهيفاء. وهسه خبروني انه السياره
البوليس يعني الشرطة هي اللي شالت السيارة وراحت، لأن السيارة كلش يعني ما تتحرك نهائيا ومتفلشة. وأهلي قطيع ضل بالهم يعني هسه دروا بالخبر. الحمد لله وشكر أنه أنا الحمد لله وشكر بس الطفل أنه ما كان موجود، هاي أهم شيء الحمد لله وشكر. وبس أطلع أروح لهيفاء أشوف شنو صار وياها، بس يجي الدكتور يطمننا وخلاص الحمد لله. هاي الآلام بسيطة يعني آلام الدعمة وال يعني تعرفون الضربة، هاي آلام سهلة يتحملها الواحد، أهم شيء ما كسر الحمد لله. وبقى بس يبي يشوف الصور والفحوصات. الحمد لله والشكر طبعا طلعت من المستشفى. طبعا هاي المستشفى ما طلعوني الا متاكدوا كل شيء، يعني هنا حياة البشر صراحة من نشوف هذا الموقف حياة البشر جدا جدا غالية هنا. وكل شخص اللي كان بالسيارة كل شخص جابوا له اسعاف، يعني كل واحد اسعاف حتى خاف انه الشخص يطلع مصاب او شيء، فكل شخص يحتاج سيارة. فالحمد لله وشكرا على هاي النعمة. وأنا الحمد لله طلعت بس ضضوض، يعني هسه بظهري ضضوض، رقبتي زين من ورا الحادث. وهسه راح أروح أشوف هيفاء، طبعا هاي المستشفى اللي إحنا بيها، راح أروح أشوف هيفاء إنه إن شاء الله ما بيها شيء. راح يجينا صديقي، طبعا مشكورين الناس اللي قاعد توقف ويانا والناس أصدقائنا هنا بالمدينة، راح يجيني ونطلع على المستشفى نشوف شكو ماكو هناك. فخلينا نشوف شو هيصير. هيفا يلا حتاخذ هاي وياها. تمام الحمد لله وشكر، الفحوصات كلها نشير الى ماكو كسور داخليه، بس ضغوط وراس. تمام اهم شيء الحمد لله على السلامه وعدت على خير. وبصراحه احنا نعمه انه المستشفيات اللي والاسعاف اللي اخذونا زين. وهسه راح اروح نصير ويناس تبونا برا. اوكي يا ابو طلعه شكرا جيت طلعه. طبعا نصير ويناس مشكورين جوان لهنا المستشفى. الحمد لله على سلامتكم المهم بخير وباقي شيء. طبعا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بعد يوم باكر رقبتي راح تصيركم الام خياليه من وين حدث؟ باكر راح تبين هاي الام الظهر وهي السوالف رجعت عادي صفرا يفا قاعد تموت. يلا الحمد لله والشكر على الله لا شيء. وخلينا نطلع للبيت. طبعا نصير راح يجي ياخذنا بالسياره لان ماكو سياره تخلصها. الحمد لله على السلامه حبيبي. يلا ان شاء الله بنشوف ونشوف. يلا شوفونا شوفونا هيفا شنو هيفا وين داير؟ هاي الستايل ليش بس الحداق ما تقوي دوم ليش؟ حداق 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 كم البوليس؟ حداق كم البوليس؟ والله طبعا ما اعرف شلون اشكر اي ناس ونوصي مشكورين والله مشكورين كل الناس اللي خابرتنا والله مو بس يعني اخوي ناس خابرتنا نظوري جاب السيارة قضية. فالحمد لله وشكر. اي والله طلعنا من الموت الحمد لله. خلينا نشوف البيبي هم ابننا بالبيت عايفية يم اهلي. اي والله هيفاء شنو اللحظه اللي صارت اول شيء صار بيك؟ طبعا والله ما تعرفون هيفاء اخر هيفاء طلعت من السياره تمام وبس تبكي وما انا مصابه بها شيء راسه والله العظيم كلش والله العظيم قلت لها اول مره تعرض لهيك فكانت يعني تاع نفسيتك كانت والله الله يشوفكم الحوادث يعني الله يشوفكم الحوادث حوادث الحمد لله والشكر. فدوى عشانتك وفدوى كل شيء الحديد والسيارات وهاي كلها ترجع زين. اي والله اي والله ان شاء الله ما كان احد يشوف شر متابعينا. يلا هاي شنو جبتي وياك؟ هاي ما رقبه تمام لان احنا بعد يعني اليوم هسه عندنا الام كلش يعني الظهر الايدين كلها ضغوط قويه تمام الحان. واهم شيء شوفوا اهم شيء الناس اللي شوفنا يا اخي من تطلع بالسياره حزام الامان والله لو ما حزام الامان والله العظيم لو ما حزام الامان احنا يعني متفلشين وميتين. اول سؤال سالونا انه حزام الامان انت مسوي تمام لان الحادث مالكم الحمد لله وشكر لما حزام الامان ما كان صار هذا اللي صار. فالحمد لله وشكر انه لا تنسون هذا الشيء، وخصوصا اذا عندكم طفل هم تخلوه بحزام الامان وما تحركون نهائيا لان هذا الموضوع يعني حياه او موت. يعني هيفاء ايش كم ما قلت الطفل لا تخليه يعني اذا مو حزام دائما احطه بحزام لان هذا يصير على قفله الحادث صح ولا لا؟ حتى هو حتى احنا دائما يعني اقول له هو يقول لي الحزام ايه. فالحمد لله وشكر لما الحزام احنا ما نطلع منها سالمين الحمد لله وشكر. وصلنا البيت طبعا هذا الجميل سبحان الله الحمد لله وشكر كان مو ويانا زين. هذا اهم شيء يعني انه هاي الحمد لله وشكر الله حفظها ما كان ويانا يعني. ما يتحمل اي ضربه ما يتحمل اي حادث ما يتحمل حبيبي. يلا الحمد لله وشكر بالبيت.